يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة ركن الحج الأعظم بعد أن تجمعوا في منى بيوم التروية وهو أول مناسك الحج، ويجتمع ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة منذ طلوع الشمس حتى غروبها. وبعد مغيب شمس يوم عرفة يبدأ الحجاج في التوجه إلى مزدلفة ليبيتوا ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى مجددا لرمي جمرة العقبة الكبرى والمبيت ورمي الجمار خلال أيام التشريق الثلاثة. أول شيء أنه أنا في هذا اليوم أنه أكون واحد من 60,000 فقط يحجوا، ولما قارن عدد الناس اللي حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر من كده، كانوا 100,000، أحس بأني من عصبة بإذن الله قدرت أن هي توصل لهذا المكان المبارك وأن تقدر أن هي تسوي مناسك الحج. الحمد لله. أول حاجة أن ربنا سبحانه وتعالى بيختارك من بين الملايين أنك تيجي تقفي في هذا الموقف العظيم، تحسي إحساس أن أنت يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا واختارنا أن احنا نقف الوقفة دي، وإن شاء الله يا رب نكون مقبولين عند الله سبحانه وتعالى. يعني بصي شعري وجسمي كله سبحان الله الواحد حاسس بهزة كده، سبحان الله بتحسي فعلا أن موقف عظيم. يعني السكينة بالرحمة والسعادة، السعادة الصامتة اللي هي من نور كأنه هدوء اليوم، وقاعد أحس بتغيم اليوم، فكأني في حلم والله، ما في أحد، أحس ما أدري، سؤال صعب يعني ما أدري وش كيف أوصفه.